السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة استرشاقي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. بصراحة انا ما قدرتش ان انا اقاوم ان انا اعمل فيديو دلوقتي علشان النتيجة كانت غريبة جدا. انا جبت اوبتيمن ده مالتي فيتامين، من ضمن اشهر مالتي فيتامين يعني في العالم دلوقتي. الناس كلها بتاخد اوبتيمن وبتاخد كذا كذا مالتي فيتامين تاني، بس النهاردة انا جاي اتكلم عن اوبتيمن. المهم اوبتيمن ده انا لما جيت يعني جبته كده واشتريته، اولا لما جيت فتحت العلبه لقيت ريحته صعبه قوي، يعني ريحته مش يعني صعبه يعني، لازم افتحها كده شويه وهويت العلبه وبعد كده اقفلها برده اللي لسه ريحه هي. الفكره سيبك بقى من ده كله، الفكره ان انا بعد ما خدت حبيتين بالظبط، خدت قرصين بالظبط، بعديها بساعه بالظبط دخلت الحمام لقيت لون البول اصفر يعني كركم. فبقول ايه ده، يعني ده مش طبيعي. فلما دخلت عملت سيرش على النت وكده لقيت ان اوبتيمن او اي مالتي فيتامين وخصوصا اوبتيمن، يعني لقيت اغلبيه الناس بتتكلم على اوبتيمن، بتتكلم ان اول ما بتاخد الـ يعني القرص من هنا بتلاقيك جالك اصفرار في البول، واللي انت بتخش البول تعمل تلاقي البول لونه اصفر قاتم كمان. ده نتيجه ايه؟ ده نتيجه تحلل اللي هو بي 12 او بي 2، تركيبه بي اللي هو فيتامين بي اللي هو مختص بالاعصاب وكده، ان يعني ده بيخش في السيوله الدم بسرعه، وان هو بيخش في مجرى البول بسرعه، وده نتيجه ان المعادن والمينرالز او المينرالز والمالتي فيتامين اللي موجوده في الاوبتيمين بتبقى عاليه شويه، ودي بتبقى حاجه حلوه جدا بصراحه. انا انبسطت قوي بصراحه، يعني دي كانت على فكره ده أنا يعني انا لسه خدت قرصين بس، ده قرصين لسه يعني ما مشيتش بيه مثلا على مدار مثلا شهرين ثلاثه، لا ده قرصين بالظبط لقيت البول لونه اصفر، فما شاء الله يعني النتيجه بتظهر من لحظتها، يعني انا عمري ما شفت مالتي فيتامين بيعمل كده. ف بس هو ده اوبتيمال. واتمنى ما تنساش تعمل لايك، احنا مش بنتكلم عن الرياضه بس، احنا بنتكلم عن برامج، بنتكلم عن اكسل، بنتكلم عن الساعات، بنتكلم عن اي حاجه بخص معلومات عامه، بنتكلم عن اي حاجه. فاتمنى ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، وكمان تابع تدور على اوبتيمن اكتر لو انت عايز تشتري اوبتيمن، يعني تدور تسرش عليه اكتر في الفيديوهات وعلى المقالات وكده، ان شاء الله هتستفيد باذن الله، وان شاء الله تجيبه وهيفيدك كتير قوي عشان انا بروح جيم، وان شاء الله يفيدك في جيم كتير. فشكرا جدا ليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.